في تيست، طلاب الأربع لينكات مع جوجل ميت، ده تسمعوني ده تشوفون السلايد، بدين عرض عندكم. إذا أحد الجروبات ما دا يشوفون نعم السلايد بالطبع. ينبهوني حتى. نعم عفوا، علي صوتك. موجودة دكتور الشيرينج. أوكي تمام، عاشت إيدك. مختبرنا اليوم حيكون تكملة للي أخذناه باللاب 2 اللي هو Differential Leukocyte Count، يعني يخص الهيماتولوجي، يعني بعدنا بالهيماتولوجي. الهيماتولوجي مثل ما تعرفون هي الفيزيولوجي اوف ذا بلاد. اوكي، كأوبجكتيفز ايش حنتعلم اليوم؟ حنتعلم شنو الاوزموتيك فراجيلتي تيست. اوكي، حنسوي سكرين، انتاير سكرين حتى نشغل الليزر. اوكي، شنو الاوزموتيك فراجيلتي تيست حنتعلم؟ وشلون حنسوي البروسيجر حتى نشتغل هذا التيست؟ بعد ذلك شلون نسوي انتربريتيشن للريزلت اللي حصلناها، ومن خلالها نعرف شنو المفروض يكون الدايجنوسيس. اوكي، بالبداية ناخذ فد باك جراوند قبل ان نبدي الاوزموتيك فراجيلتي تيست. شنو مصطلح اوزموزيس؟ انتم يمكن اكثر شيء تعرفون الديفيوجن. اكو فرق الديفيوجن عن الاوزموزيس. ديفيوجن مثل فتعرفون هو انتقال السوليوت والسولفنت مالته من الـ higher concentration to the lower concentration area، يعني من التركيز العالي للتركيز الواطي. الأوزموزس هو شنو؟ الأوزموزس هو الـ movement only of the solvent molecules، يعني فقط الـ solvent molecules يصير بها movement من المنطقة اللي بيها higher concentration of the solute to the lower concentration solute. اوكي، فبهيج حالة هنا موضح لكم بالفيجر الجوة، ده تشوفون عندنا هنا two area مكانين، شكو يفصل بيناتهم؟ يفصل بيناتهم membrane. هذا الممبرين يكون semi permeable، يعني مو يعني شبه نفاق خلينا نقول عليه. بالاريا اللي هي عن جهه الرايت هنا باليمنى، تشوفون هنا عندنا شوجر سوليوشن مسويها ديلوشن. الشوجر سوليوشن هي اللي هنا ممثليها بالريد سيركل، والووتر هو البلو، البلو دوتس هاي تشوفوها هنا، هاي ووتر مولكيولز. فهنا تشوفون الشوجر موضوع بسوليوشن تركيزه لو low sugar solution. ليش؟ لأن تركيز الووتر أكثر من تركيز السوليوت اللي هو الشوجر. بالأريا الثانية ده نشوف هنا العكس، التركيز الشوجر يكون أعلى من تركيز الووتر. ففي حالة إيش حنتوقع؟ حيصير هنا عندنا أوزموزز، حينتقل الووتر لأن فقط السولفنت هو اللي ينتقل بحالة الأوزموزز من الأريا of the higher concentration of the water to the area of the lower concentration of the water. أو نقدر نقول بالعكس، من الأريا اللي بيها سوليوت قليل للأريا اللي بيها سوليوت عالي. ليش دا يصير هيجي؟ حتى يصير equalization للووتر والسيم equilibrium. طريق أوزموزز الوتر انتقلت عن طريق السيمي بيرموبل ممبرين للأذر سايد اللي هو الكونسنتريشن كان مال الشوجر هنا عالي. ليش دي يصير هيجي؟ حتى يصير عندنا تركيز الشوجر ان ايش سايد اكول. تمام، هذا
الاوزموزز شلون نقدر نستغلها بالاوزموتيك فراجيلتي تيست؟ نفس الشيء احنا اذا جينا اخذنا ار بي سيز خلايا مال الوايت ار بي سي ريد بلاست سيلز وضعناها بسوليوشن تراكيزه تكون مختلفه، يعني نختار اكثر من سوليوشن باكثر من تركيز ونضع بالار بي سيز ونشوف شو يصير بيها. اوكي الممبرين مال ار بي سي يمثل لنا السيمي بيرمومال ممبرين، احنا البلازما ممبرين مال كل السيلز مالتنا ما يكون نفاذ 100% ولا يكون عديم النفاذيه، يكون سيمي بيرمومال يعني فقط يسمح بنفوذ السوليوت والسولفنت اللي السايز مالتها يكون برينج معين. تمام، فاحنا في حاله اذا وضعنا الار بي سي بتراكيز مختلفه من الديلوتد سالاين سوليوشن حنشوف احنا الار بي سي شو يصير بيها، يعتمد على شكلها. فشلون نعرف الاوزموتيك فراجيلتي؟ از ا تيست تو ميجر الريد بلاد سيلز ريزيستنس تو هيموليسيس وين اكسبوز تو ا سيريس اوف انكريزلي ديلوت سالاين سوليوشنز. هذا التعرف شنو نقدر نريد منه؟ نريد نعرف الـ stability of red blood cells to being broken down by osmotic stress. إذا cell صار بيها broken down تكسرت حيصير بيها hemolysis. الهيمولايسيس هو شنو معناها؟ هو معناها الخلية تنفجر تطلع المحتويات مالتها اللي هو الهيموجلوبين. أوكي؟ فحيتحول solution مالتنا إلى red color. فمعناها انه احنا شنو كل ما يكون الهوموليز يكون اسرع كل ما يكون كل ما معناها انه هاي السيلز الممبرين مالتها فراجايل رقيق. اوكي معناها عندها اوزموتيك جيلتي اكثر، كل ما يكون هيموليسيس اكثر كل ما معناها هاي السيل الممبرين مالتها يكون فراجايل اكثر، معناها ما يصير بيها يصير بيها هيموليسيس اسرع. تمام، السبب اللي يخليها تكون اوزموتيك فراجيلتي مالتها اكثر هو يعتمد على الشيب مالتها. شلون نعرف الاوريثروسايت فراجيلتي؟ It is the tendency of the RBCs to hemolyze يعني يصير بها rupture under osmotic stress. احنا قلنا نختار ثلاث تراكيز مختلفة ونضع بيها الـ RBCs. هاي التراكيز المختلفة أول تركيز نسميه الايزوتونيك. الايزوتونيك يمكن سامعين الايزوتونيك يعني من اسمه ايزو. الايزو معناها انه يكون تركيز 0.9% of NaCl solution. أنا ليش اختاريت الـ 0.9؟ لأنه احنا الايزوتونيكس مالتنا بالبودي هي موجودة بايزوتونيك انفايرمنت. يعني انا الار بي سيز اذا ممكن طلاب مايك اكو طلاب فاتحين مايك برا انا الار بي سيز معاها باكثر من سولوشن واحد منهم هو الايزوتونيك. اتوقع اذا حطيت الار بي سي مالتي بايزوتونيك سولوشن اتوقع انه يصير شيء عندي، اتوقع انه يصير عندي movement over from the outside to the inside او العكس. لا ما راح يصير عندي اي شيء. ليش؟ لانه اني السوليود مالتي تركيزه 0.9. عفوا دكتور المايك مفتوح ما نسمع شيء. طلاب اذا ممكن فاتح المايك مالته. دكتورة استبرت فاتح المايك اذا ممكن يسجل. حتى ما ادري عندنا طلاب اللي فاتح المايك اذا ممكن يسجل. انا لقيت وحدين خاف مضمومه هي شيء استبرق. سدي المايك يمج. منو عندنا بعد فاتح المايك؟ طلع يعني غلقوا المايكات مالتكم.
غلقوا المايكات حتى تسمعون زين. مثل ما قلنا احنا الار بي سي اذا وضعناها بكونستريشن مساوي للانسايد كونستريشن اوف ذا سوليوت، للسوليوت اللي بداخلها، فمعناها انا ما راح يصير عندي اوزموزس. ليش؟ لانه تركيز السوليوت داخل الخليه مساوي تركيز السوليوت خارج الخليه، فمعناها انا ما راح اتوقع انه يصير عندي movement of the water from the outside to the inside او العكس، تمام؟ لكن اذا سويت العكس وضعت ال RBCs اذا وضعت ال RBCs مالتي concentration يكون hypotonic. شنو hypotonic؟ معناها تركيزه يكون اقل من 0.9%، تمام؟ داخل ال RBC هو المفروض يكون 0.9، خارجها صار hypotonic. ايش قد صار؟ اقل من 0.9، خلينا نقول مثلا 0.4، تمام؟ فمعناه اني بهيك حاله ايش اتوقع؟ انه صار عندي سوليوت داخل ال RBCs اكثر تركيزا من السوليوت اللي خارج ال RBC، فمعناها انه الووتر حيصير بيه موفمنت هالمره منين؟ من الانسايد اوف ذا RBCs تو ذا اوتسايد، اوكي؟ فبهيك حاله انه اني معناها الخليه ايش حيصير بيها؟ حيصير بيها لوز للووتر اللي بداخلها، وحيصير بيها عفوا حيصير بيها لوز للووتر اللي بداخلها، وحيصير بيها سوالينج بيرس. نجي اذا وضعناها اني بتركيز، عفوا اني يمكن غلطنا، العكس صار، عبرنا سلايد. احكي ذا هايبر سوليوشن، عفوا اذا وضعنا الخليه مالتنا ال RBCs بتركيز عالي، اوكي، هايبرتونيك يعني تركيزه اكثر من 0.9، خلينا نقول تركيزه 1.5، فمن هيك حاله اتوقع انه السوليوت مالتي الاوتسايد تركيزه اعلى من الانسايد، فبهيك حاله انه الووتر صار تركيزه داخل ال RBCs حيكون شنو؟ داخل ار بي سي اكثر مما هو في خارج الار بي سيز، فبهيك حاله انا حيصير الووتر الادسه حيصير بي فلوينج اوتورد، حيطلع من الخليه حيروح خارجها حتى يسوي اكوليبريم، تمام؟ لان احنا قلنا برا هنا تركيز السوليوت عالي وداخل الار بي سي تركيز هو ثابت 0.9، فمن هيك حال الووتر ايش حيسوي؟ يقوم يطلع من الخلية يروح للخارج، حتى شنو؟ حتى يحاول انه يساوي تركيز السوليوت بالداخل وبالخارج. بهيك حال اني الخلية مالتي حيصير بيها شرينكج، تمام؟ لانه الووتر حيصير بيه لوزنج، حتطلع الووتر برا الخلية حيصير بيها شرينكج، تمام؟ تتقلص شكلها، هسه تشوفوها تحت الميكروسكوب حيصير شكلها هيجي. الهايبوتونيك هو العكس، يعني انا وضعت السيلز بمحلول اقل من 0.9، خلينا نقول هو 0.4 0.3 0.6 0.7، هاي كليتها انه معناها انه الخليه مالتي صارت سوليوشن الكونسنتريشن مالتي اقل مما هو موجود داخل الار بي سيز، فمعناها انا اتوقع انه هناش حيصير عندي العكس، صار عندي الكونسنتريشن اوف ووتر اوتسايد حيصير اعلى مما هو انسايد ذا سيل، تمام؟ فبهيك حالة معناها اني الووتر حيصير بيه موفمنت من التركيز العالي للسوليوت، من التركيز الواطي للسوليوت الى التركيز العالي حتى يسوي اكوليبريم، فبهيك حالة معناها الخلية حيصير بيها سوالينج بيرست، الووتر حيقوم يروح من الاوتسايد للانسايد اوف ذا سيل يسوي له اكوليبريم بالسوليوت، فبهيك حالة الخلية حتنفجر، أول شيء تنفخ يصير بيها وراها تنفجر، تمام؟ كبرنسبل أنا إيش حستفاد من هذا كله؟ ليش أسوي هيجي؟ حستفاد يعني هاي 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 ظاهرة واضحة قدامي، إنه كل ما حطينا خلية بتركيز أعلى منها ما موجود بداخلها أو أقل من ما موجود بداخلها حيصير عندي هاي الظاهرة.
بس بالار بي سيز ايش حستفاد منها؟ حستفاد منها انه انا اقدر اعرف انه الار بي سي هل تتحمل الاوزموتيك بريشر اللي بده يصير بيها لو لا، فبهيك حاله اقدر اعرف الشيب مالتها. لانه اني الخليه مالتي الار بي سيز المفروض يكون شكلها هذا النورمال ريد بلاد سيل، يكون بايو كونكيف. شنو اللي يخليها يكون بايو كونكيف؟ بيها فت سايتوسكيلتال بروتين موجود بداخلها ده يخلي شكلها يكون هيك قرصي، تمام؟ وانتو شفتوها تحت الميكروسكوب. لكن اكو حالات مرضيه تخلي الار بي سيز يكون شكلها سفيروسايت، يعني سفيريكال كرويه. السبب اللي يخليها تكون سفيريكال انه شكلها يصير بي بروتين نقص عندنا. اكو فد بروتين هو المسؤول عن البايو كونكيف شيب اوف ذا نورمال ريد بلاد سيلز، بهاي الحاله المرضيه يكون ناقص ما موجود. اوكي اوكي، فبهيجي حاله الار بي سي حيكون شكلها سفيريكال، نسميها سفيروسايت. زين، كل ما كانت السيلز مالتي الشيب مالتها ابنورمال، كل ما معناها انه الاوزموتيك فراجيلتي مالتها حيتغير. فبهيج حاله احنا حنقسم الار بي سيز الى 3 ديفرنت شيبس. اول شيب قلنا اللي تاخذه هو البايو كونكيف شيب، هذا النورمال. هيك نوع من الخلايا مثل ما ذكرنا بالهايبوتونيك سوليوشن اللي هو تركيزه 0.4 يصير بها سوالينج، بعدين يصير بها بيرس ويصير بها هيموليسيس. وبالهايبرتونيك سوليوشن اللي هو اكثر من 0.9 هنا هيك حاله قلنا يصير بها شرينكج. لكن الخلايا النوع الثاني اللي هو اللي هي سفيروسايت، هاي الخلايا اذا وضعناها بتركيز مو 0.4 خلينا نقول 0.7، بال 0.7 دي يصير بيها هيموليسيس، يعني ما تصل لل 0.4، يعني الاوزموتيك فراجيلتي مالتها اكثر. السبب انه عندها سفيريكال شيب ما تتحمل ضغط اكثر. البايو كونكيف شيب تتحمل اوزموتيك بريشر اكثر مما هي عليه بالسفيروسايت. واضح؟ ليش؟ لانه الشيب مالتها قلنا سفيريكال، الاوزموتيك بريشر مالتها اعلى بهوايه. فبهيج حاله بال 0.7 percent of NaCl solution ده يصير بها هيموليسيس. النوع الثالث من ال RBCs هو الشكل اللي هي بحالة الثلاسيميا. هنا بهيج حالة ال RBCs ما تكون بايوكونكيف، تكون فلاتر، يعني كل شكلها فلات. بهيج حالة هاي الشيب حتتحمل اوزموتيك فراجيلتي، يعني حتى لو حطيناها اكثر من 0.9 تتحمل اكثر، ما يصير بيها عندي سوالينج وفراجيلتي مو مثل النورمال والسفيروسايت. السبب يخليها هيك شيء انه شكلها الفلات تتحمل اكثر انه يصير بيها اكسبانديشن، تمام؟ ليش؟ لانه الفلاتر شيب حيخليها انه يدخل الواتر لها اكثر، يلا يصير بيها هيموليسيس، مو مثل البايو كونكيف والسفيروسايت شيب. تحصيل حاصل نقدر نستنتجه احنا انه احنا نقدر من خلال الاوزموتيك فراجيلتي تيست انه نشخص اكثر من ديزيز. معناها انه انا اقدر اعرف انه هذا البيشنت مالتي هل عنده نورمال ار بي سي، لو عنده سفيروسايت، لو عنده ثلاسيميا اللي هي الفلاتر ار بي سي. فالاوزموتيك فراجيلتي تيست هو تيست كلش مهم، نقدر من خلاله نشخص الابنورماليتي ان ذا ار بي سيز، هل الشيب مالتها نورمال، هل البلازما ممبرين مالتها نورمال،
هل الشيب مالتها اوكي؟ زين شلون نسوي الاوزموتيك فراجيلتي تيست؟ الاوزموتيك فراجيلتي تيست نسويه باكثر من طريقه، لكن احنا اللي نتبعه مختبر الفيزيولوجي هو المانوال، المانوال اوزموتيك فراجيلتي تيست. اكو نوع ثاني اللي هو يستعملون المايكرو بليت ريدر، بس احنا ما عندنا، يعني ما راح كمختبر فسلجه يعني نعطيكم المانوال حتى يعني كبرنسبل لكم. تمام، شلون نشتغله؟ ان شاء الله نشتغله بالاسبوع القادم. ناخذ اكثر من تيوب، نضع بداخلهم اكثر من تركيز مختلف للان اي سي ال. اول تركيز نبدي به هو البوينت 3، نصعد لحد ما نصل للبوينت 9%. اوكي، السبب سوينا هيك مثل ما قلنا حتى نعرف الار بي سي وين دا يصير بيها هيمولايسيس بيا تركيز، حتى على ضوءها نقدر نعرف انه هاي الار بي سي احتمال هي سفيروسايت بايو كونكيف، لو مثل ما قلنا هي فلاتر. واضح؟ بعد ذلك نضع قطره، اكثر من قطره، لكل تيوب، وراها نشوف ايش دا يصير عندي بالتيوب مالتي. هنا حتشوفون هنا دا يصير عندي، مثل ما قلنا ناخذ اكثر من تركيز، ناخذ اكثر من تيوب، نضع بيه اكثر من تركيز من الار بي سي. بالايزوتونيك اللي هو البوينت 9 ما راح يصير عندي هيموليسيس، سبب انه قلنا تركيز السوليوت داخل الار بي سي هو ذا سيم كونسنتريشن اوتسايد ذا ار بي سيز. لكن بالتراكيز الواطئه، يعني اكثر اقل تركيز من البوينت 9، خلينا نقول من البوينت 7 الى بوينت 4 بوينت 2 وغيرها الى بوينت 25، هنا صار عندي هايبوتونيك سوليوشن. فاني تخيلوا تركيز واطي دخلت بيه قطرات من البلاد، ايش حيصير عندي بالار بي سي؟ الار بي سي صار المحيط اللي هي بيه التركيز مال السوليوت اقل مما هي موجود داخلها. داخلها قلنا هو تركيز السوليوت داخل الار بي سي هو 0.9، فبهيجي حاله الووتر ايش حيسوي؟ الووتر حيدخل من الاوتسايد سايد اوف ذا ار بي سي، حيروح للار بي سي حتى يوازن تركيز السوليوت بالاوتسايد وبالانسايد سايد. تمام، ايش وقت حيصير عندي هيجي؟ هسه انا النورمال شيب ار بي سي حتتحمل الاوزموتيك بريشر لحد ما توصل للبوينت 4 5 تقريبا. هنا بعد الار بي سي ما تتحمل انه يدخل ووتر بداخلها. ليش؟ لانه صار الووتر ده يدخل من الاوتسايد للانسايد، فحيصير بيها سوالينج وراها يصير بيها بيرست. من يصير بيها بيرست حيطلع الهيموغلوبين اوتسايد سوليوشن، مثل ما تشوفون حيصير عندي المحلول لونه ريد. تمام، يستمر هاي عمليه الهيموليسيس مع الار بي سي بسبب انه دي يصير بيها سوالينج وبيرست الى ان تتوازن وتصل مرحله للبوينت 25 انه صار عندي كومبليت هيموليسيس. تمام، هذا الحكي وين اذا اني السيلز اللي دخلتها بالتيوبات هي شكلها طبيعي، لكن اذا السيلز مالتي شكلها مو طبيعي اللي بحاله مثلا خلينا نقول سفيروسايت. السفيروسايت اني نفس الشيء هم اخذ محاليل مختلفه التركيز من ان اي سي ال، ابدي اضع قطرات من البلاد بالكل التيوبات، حشوف هنا بدا عندي الهيموليسيس، هنا صار عندي السويلنج بالتركيز البوينت 7 تقريبا. اوكي، هنا حيبدي عندي هيموليسيس مو من البوينت 4 5. ليش؟ لانه الار بي سي شكلها هي سفيروسايت ما تتحمل الاوزموتيك بريشر، حيصير بها عندي هيموليسيس بتراكيز اعلى مما هو بالطبيعي. تمام، اللي حكي ذكرناه هنا موضح حتى اني، يعني قلنا بحاله الهايبرتونيك وبحاله الهايبوتونيك سلايم. بالهايبرتونيك دي يصير عندي اوكزوموزز، اوكي، يعني اوكزوموزز حيسوي موفمنت اوف ووتر اوت اوف ذا سيل، هاي الحاله يسوي الخليه يصير بيها شرينكج مثل ما موضحه هنا. لكن بالحاله الثانيه بالهايبوتونيك سوليوت سوليوشن عفوا، هنا دي يصير عندي
اندو اوزموزز. الاندو اوزموزز يخلي الووتر يدخل من الاوتسايد الانسايد، حيخلي الخليه مالتي يصير بيها سوالينج. تمام. كميديكال ابلكيشن مثل ما قلنا احنا، شنو نستفاد من الاوزموتيك فراجيلتي تيست؟ الاوزموتيك فراجيلتي تيست اذا زاد، هاي معناها الخليه عندها تندسي اكثر انه يصير بيها هيموليسيس. شو وقت مثل ما قلنا بحاله السفيروسايتوسيس، ان الابنورمال شيف اوف ذا ار بي سي اللي يخليها تكون سفيريكال، وحاله ثانيه اللي هو الاوتو اميون هيموليتيك انيميا، وحاله التوكسيك كيميكالز. هاي كليتها انه الار بي سيز دي يصير بيها تندسي تو هيموليسيس اكثر مما هو بالطبيعي. تمام. مثل ما تلاحظون هنا تركيز 0.4 اوكي 0.45 يعني 45% من الان اي سي ال يبدي عندي هيموليسيس ويكون 100% كومبليت شو وقت بال 0.25 بال 25% اوف ذا ان اي سي ال. زين. لكن اذا كانت الخليه مالتي شكلها سفيريكال، معناها هذا اكو عده ديزيز اللي هو هيريديتاري سفيروسايتوسيس، حيبدي عندهم الهيموليسيس بتركيز اعلى مما هو موجود بالنورمال ار بي سي، خلينا نقول بال 0.65 يعني 65% من ان اي سي ال، حيبدي عنده الهيموليسيس ويصير بي كومبليت 100% شو وقت بال 0.4% ان اي سي ال. اوكي. لكن بالحالة الثانية دا يصير عندهم ديكريز بالريد سيل فراجيلتي، معناها عندهم أكثر ريزيستنس إنه دا يسوون هيموليسيز، يتحملون هايبوتونيك سوليوشن أكثر مما هو بالطبيعي. ليش؟ لأنه شكلهم فلاتر، يعني التراكيز تكون هواية أقل مما هو بالطبيعي. مثل ما تشوفون هنا بالبانل هنا الكيرف اللي هو موجود بالريت بالليفت سايد بالسكيل سيل انيميا، هذا النوع من الانيميا تكون الار بي سي مالتها مختلف عن نورمال، حتكون شكلها اس شيب، يعني شكلها مو بايو كونكيف. بحاله الثلاسيميا الشكل مالتها قلنا تكون فلاتر مو بايو كونكيف. بالحالتين هذول التو تايب اوف ار بي سي عندهم الفراجيلتي مالتهم تكون لور، فمعناها يتحملون هيموليسيز اكثر، يعني اكثر مقاومه للهيموليسيز يصير بيهم. ليش؟ لانه الشيب مالتهم يكون فلاتر اس شيب. تمام. فمن تشوفون انتم هنا تراكيز اقل انه دي يتحملون للهيموليسيز، دي يصير عندهم كومبليت هيموليسيز بوين؟ بتراكيز اقل مما هو موجود بالنورمال ار بي سيز. تمام. فان شاء الله حنشتغله هذا المختبر الاسبوع القادم، والورك شيت ان شاء الله هم انزل لكم اياها بالجوجل كلاس روم. اذا تريدون ممثل المرحله ينزلها بالمكتبه حتى تاخذوها وياكم وتجيبوها اثناء شغلكم بالمختبر. اذا اي طالب احد عنده سؤال. منو عنده سؤال؟ يعني الحضور مالتكم حيكون عن طريق الجوجل كلاس روم، حتشوفون بالجوجل كلاس روم تروحون للكلاس وورك، حتشوفون هنا سؤال. تمام. حيطلع لكم سؤال وتجاوبون عليه، اذا انت حاضر بس تختار يس، يعني مو تكتب بالكومنت اسمك، فقط تكتب يس وخلاص. تمام.
خلينا نشوف طلاب إذا أحد عنده شيء ما فاهمه نوضح لها. فاطمة، فاطمة نائل موجودة ويانا؟ يعني؟